إذا ما جاب ليك شعون السلطة في الحي ديالك إشعار بمكتب التصويت فين غادي تصوت نهار الانتخابات، الدولة وضعت بزاف ديال الطرق باش ممكن تعرف مكتب التصويت ديالك، بحيث ممكن ترسل رسالة قصيرة SMS للرقم المجاني 2727 ودير فيها رقم بطاقتك الوطنية للتعريف، وغادي توصل في الحال بجواب فيه رقمك الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة اللي مقيم فيها والرقم وعنوان مكتب التصويت. وممكن لك كذلك تحمل تطبيق مون بيفي على التليفون الذكي ديالك وتدخل رقم بطاقتك الوطنية، وغادي توصل في الحال برقمك الترتيبي وعنوان ومكتب التصويت وحتى النعت باش توصل ليه. ويمكن لك أيضا زيارة الموقع www.listelectoral.ma، وفي هذا الموقع ممكن تكتب رقم بطاقتك الوطنية وتاريخ الازدياد ديالك ولا الكنية ديالك وتضغط على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وغادي تبان لك الطريق اللي كتوصلك لمكتب التصويت.